بس هو يعني فرصة بصراحة يعني ما تتفوتش اكيد، فكان لازم امسك فيها. وبعدين احنا في الكورة عموما الفرصة ما تجيش غير مرة واحدة، يا تمسك فيها يا تسيبها، وبعدين بقى تندم طول عمرك لو ما مسكتش الحياة فيها. عموما في الحياة لا هي عموما ايوه عموما بالظبط. ف لا الحمد لله مبسوطة في الفرقة هناك، حتى الاجواء يعني كان صعب ان انا اخد على اجواء قوي. اول ما رحت قعدت اعيط ان انا عايزه ارجع مصر، مش عارفه اتعامل، اللغه صعبه، انا مش عارفه اعمل اي حاجه بجد. ما تعرفيهمش وناس غيرنا. ايوه بجد يعني انت بتسيبي كل حاجه حرفيا، فبتروحي بلد تانية، ناس جديده، ثقافه تانية خالص.